فضيله الشيخ من الاسئله التي وردت يقول السائل لي اخ وهو اكبر اخوتي ويريد منا ان نعامله كما نعامل ابي في الاحترام والتقدير وهو لا يقوم بمبادلتنا بهذا الاحترام ما راي الشيخ في ذلك احسنوا اليه وان كان هو يسيء اليكم فانتم احسنوا اليه لانه أخوكم وأكبركم فله يعني من الحق حق الكبر والتوقير وله حق القرابة فأحسنوا إليه أدوا الذي له عليكم وأما أنه يسيء إليكم فاسمحوا عنه نعم